يؤكدون العهد والميثاق بدعم الجمعية التأسيسية للدستور، ويؤيدون ما انتهت إليه لجنة نظام الحكم بشأن دار السلطة القضائية، ويرفضون كافة الضغوط التي تمارس على الجمعية سواء من داخلها أو خارجها. شارل بدر الضبع علي منصور، نائب رئيس هيئة قضاء الدولة ونائب رئيس النادي. أعتقد أن مستشار الجلالة له دور كبير في التأثير على كافة اللجان النوعية وليس لجنة نظام الحكم فقط. أنا أعتقد هناك نزاع شخصي بين المستشار الغرياني وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية. هذا النزاع منذ عام 2003 حينما كان هناك طعن في انتخابات سنة 2000، وكان المستشار الغرياني بصفته رئيس دائرة من دوائر محكمة النقد ينظر هذا الطعن، فطرح كافة الأسباب التي كانت من الممكن أن تؤدي إلى بطلان الطعن، بطلان الانتخاب في هذه الدائرة، وكانت على وجه الخصوص دائرة الزيتون التي كان فيها زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق. فبدلا من أن ينظر إلى الأسباب التي بني عليها الطعن والتي قد تؤدي إلى بطلان أو عدم بطلان، طرح كل هذه الأسباب وقال أن هذه الانتخابات باطلة لمجرد أن أشرف عليها أعضاء من هيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية وهم ليسوا بأعضاء هيئة قضائية. محمد محمود طه رئيس نادي قضايا الدولة، نرفض تهديدات بعدم الإشراف على الاستفتاء، ونحن مصممون على الإشراف على الاستفتاء لأن هذا واجب وطني لا يجب أن يتخلى عنه أي مصري. مستشار سمير قماش، مستشار بقضايا الدولة وعضو مجلس إدارة النادي. لو في تدخل أو في تجاوز من قبل البعض لازم يبقى في تعليق علني، لازم يبقى في عدم مشاركة في أي إجراء، لازم يبقى في اعتصام. لازم كل مصري على أرض هذا الوطن أن يحصل بأسلوب رائع ويهيئ لنفسه فرصة ويسير وبعزته وبقراره